حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قالوا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب الزبيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا كثير بن هشام حدثنا كلثوم بن جوشن القشيري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس فقال أجل والحمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى فقال لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. حدثنا إسماعيل بن بهرام حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان زوج بنت الشعبي حدثنا سفيان عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس هما المؤمن الذي يهم بأمر دنياه وأمر آخرته. قال أبو عبد الله هذا حديث غريب تفرد به إسماعيل. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رفاعة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة فناداهم يا معشر التجار فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا فروة أبو يونس عن هلال بن جبير عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من شيء فليلزم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو عاصم
أخبرني أبي عن الزبير بن عبيد عن نافع قال: كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر، فجهزت إلى العراق، فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها: يا أم المؤمنين، كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق. فقالت: لا تفعل، ما لك ولمتجرك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده عن سعيد بن أبي أحيحة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. قال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال سويد: يعني كل شاة بقيراط. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي والحجاج والهيثم بن جميل قالوا: حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا نجارا. حدثنا محمد بن رمح، حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا عمر بن هارون عن همام عن فرقد السبخي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذب الناس الصباغون والصواغون. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا إسرائيل عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الهيثم بن رافع، حدثني أبو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 راكبا في سرية، فنزلنا بقوم فسألناهم أن يقرونا فأبوا، فلدغ سيدهم فأتونا فقال: أفيكم أحد يرقي من العقرب؟ فقلت: نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قالوا: فإنا نعطيكم 30 شاة. فقبلناها، فقرأت عليه الحمد 7 مرات فبرئ، وقبضنا الغنم، فعرض في أنفسنا منها شيء، فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت، فقال: أو ما علمت أنها رقية؟ اقتسموها واضربوا لي معكم سهما. حدثنا أبو كريب، حدثنا هشيم، حدثنا أبو بشر عن ابن أبي المتوكل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عبد الله: والصواب هو أبو المتوكل. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع، حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إلي رجل منهم قوسا
فقلت ليست بمال وأرني عنها في سبيل الله. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد حدثنا خالد بن معدان حدثني عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلعي عن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قالا حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلمة أنبأنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره تفرد به ابن أبي عمر وحده قاله ابن ماجه. حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي حدثنا أبو داود وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون قالا حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي حميد عن علي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال اعلفه نواضحك. حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هن حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم عن أبي المهلب عن عبيد الله الإفريقي عن أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. زاد سهل قال سفيان: الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، والمنابذة أن يقول: ألق إلي ما معك وألقي إليك ما معي. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري عن مالك وحدثنا أبو حذافة حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد وحماد بن مسعدة عن سليمان التيمي وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. حدثنا أحمد بن عبدة وأحمد بن المقدام قالا حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قالا حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى المصريان قالا حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب
حمل خبر. فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر. فقال الأعرابي عمرك الله بيعا. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا هشيم أنبأنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن. فقال ابن مسعود بعتك ب20,000. وقال الأشعث بن قيس إنما اشتريت منك ب10,000. فقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هاته. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. قال فإني أرى أن أرد البيع فرده. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك. حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا أبو كريب حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الفضيل عن ليث عن عطاء عن عتاب بن أسيد قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني ومحمد بن إسماعيل قالا حدثنا وكيع حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع المجيزان فهو للأول. حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس قال بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال أبو عبد الله العربان أن يشتري الرجل دابة ب100 دينار فيعطيه دينارين عربونا فيقول إن لم أشتري الدابة فالديناران لك. وقيل يعني والله أعلم أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم لك. حدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصى. حدثنا أبو كريب والعباس بن عبد العظيم العنبري قالا حدثنا الأسود بن عامر حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن كثير عن عطاء عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب
عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأخضر بن عجلان، حدثنا أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: لك في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقدح نشرب فيه الماء. قال: ائتني بهما. قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثة. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. ففعل، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال: اذهب فاحتطب ولا أراك 15 يوما. فجعل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فقال: اشتري ببعضها طعاما وببعضها ثوبا. ثم قال: هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو دم موجع. حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب، حدثنا مالك بن سعير، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج، حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن أنس بن مالك قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، قد غلى السعر فسعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. حدثنا محمد بن زياد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لو قومت يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته. حدثنا محمد بن أبان البلخي أبو بكر، حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن عطاء بن فروخ قال: قال عثمان بن عفان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر، حدثنا يعلى بن شبيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن قيلة أم بني أنمار قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع الشيء ثمت به أقل مما أريد، ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردت أن أبيع الشيء ثمت به أكثر من الذي أريد، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تفعلي يا قيلة، إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستاني به الذي تريدين، أعطيت أو منعت. فقال إذا أردت أن تبيعي شيئا فاستاني به الذي تريدين، أعطيت أو منعت. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال لي أتبيع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك؟ قلت يا رسول الله هو ناضحكم إذا أتيت المدينة. قال فتبيعه بدينارين والله يغفر لك؟ قال فما زال يزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك، حتى بلغ 20 دينارا. فلما أتيت المدينة أخذت برأس ناضح فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال أعطه من الغنيمة 20 دينارا، وقال انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك. حدثنا علي بن محمد وسهل بن أبي سهل قالا حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلا يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يف له. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن مدرك عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقلت من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. قال المسبل إزارة، والمنان عطاء، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى وحدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش قالا حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد وحدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا. حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس، حدثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. حدثنا أحمد بن عيسى المصري، حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج، حدثنا حماد عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا ثور بن يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه مسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالوا: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا وزان، زن وأرجح. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سناك بن حرب قال: سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وزنتم فأرجحوا. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ومحمد بن عقيل بن خويلد قالا: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، حدثني أبي، حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه: ويل للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو نعيم، حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال: لعلك غششت، من غشنا فليس منا. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.
حدثنا عمران بن موسى الليثي، حدثنا حماد بن زيد، وحدثنا بشر بن معاذ الضرير، حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد قالا حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال أبو عوانة في حديثه: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. حدثنا علي بن ميمون الرقي، حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال: كنت أبيع التمر في السوق فأقول: كلت في وسقي هذا كذا، فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي، فدخلني من ذلك شيء، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا سميت الكيل فكل. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي عن عبد الله بن بسر المازني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سعيد، حدثني صفوان بن سليم، حدثني محمد وعلي، أنبأنا الحسن بن أبي الحسن البراد أن زبير بن المنذر بن أبي أسيد الساعدي حدثهما أن أباه المنذر حدثه عن أبي أسيد أن أبا أسيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيض فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق، ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق، ثم رجع إلى هذا السوق فطاف فيه ثم قال: هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن ميمون، حدثنا عون العقيلي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس. حدثنا بشر بن معاذ الضرير، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يدخل السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، وبنى له بيتا في الجنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار. قال: وكان صخر رجلا تاجرا، فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، حدثنا محمد بن ميمون المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع مصرات فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها من تمر لا سمراء، يعني الحنطة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي، حدثنا جميع بن عمير التيمي، حدثنا عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من باع محفلة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها، أو قال: مثل لبنها قمحا. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا وكيع، حدثنا المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا قال: بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا اشترى عبدا فاستغله، ثم وجد به عيبا فرده، فقال: يا رسول الله، إنه قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عهدة الرقيق 3 أيام. حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عهدة بعد 4. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عفان عن حماد، أنبأنا الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال: ما فعل الغلامان؟ قلت: بعت أحدهما. قال: رده. حدثنا محمد بن عمر بن الهياج، حدثنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي، حدثنا عبد المجيد بن وهب قال قال للعداء بن خالد بن هوذة: ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى. فأخرج لي كتابا فإذا فيه: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم. حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وليدعو بالبركة. وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وهشام بن عمار ونصر بن علي ومحمد بن الصباح قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا يزيد بن زريع، وحدثنا محمد بن خالد بن خداش، حدثنا إسماعيل بن علي قالا: حدثنا سلمة بن علقمة التميمي، حدثنا محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد حدثاه قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية إما في كنيسة وإما في بيعة، فحدثهم عبادة بن الصامت فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر. وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة، مثلا بمثل. حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع، فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزنا. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، فقلت: إني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك. قال: أما إني لقيت ابن عباس فقلت: أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم شيء وجدته في كتاب الله؟ فقال: ما وجدته في كتاب الله، ولا سمعته من رسول الله، ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. حدثنا أحمد بن عبدة، أنبأنا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء قال: سمعته يأمر بالصرف، يعني ابن عباس،
ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت إنه بلغني أنك رجعت، قال نعم، إنما كان ذلك رأيا مني، وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. قال أبو بكر بن أبي شيبة سمعت سفيان يقول الذهب بالورق احفظوا. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم أتنا، إذا جاء خازننا نعطيك ورقك. فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس، حدثني أبي عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف هاء وهاء. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيع ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قالوا حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي، حدثنا عطاء بن السائب أو سماك ولا أعلمه إلا سماك، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل فكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس. حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا يعقوب بن إسحاق، أنبأنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وهارون بن إسحاق قالوا أنبأنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع وإسحاق بن سليمان قالا حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش مولا لبني زهرة أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلت، فقال له سعد أيتهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهاني عنه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. حدثنا علي بن محمد، أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. حدثنا أزهر بن مروان، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا الحسين بن عروة وحدثنا أبو عمر حفص بن عمرو حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرأس. قال عبد الرحمن من دحية الكلبي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا آكل الربا فمن لم يأكل أصابه من غباره. حدثنا العباس بن جعفر حدثنا عمرو بن عون حدثنا يحيى بن أبي زائد عن إسرائيل عن دكين بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
إن بني فلان أسلموا لقوم من اليهود وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عنده؟ فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا لشيء قد سماه. وراه قال: 300 دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة قال يحيى عن عبد الله بن أبي المجالد، وقال عبد الرحمن عن أبي المجالد قال: امترى عبد الله بن شداد وأبو برزة في السلم، فأرسلوني إلى عبد الله بن أبي أوفى فسألته فقال: كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم، فسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا شجاع بن الوليد، حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره. حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله ولم يذكر سعدا. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن النجراني قال: قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن يطلع؟ قال: لا. قلت: لما؟ قال: إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى يطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئا؟ قال: لا. قال: فبما تستحل ماله؟ أردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا وقال: إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك. فلما قدمت قال: يا أبا رافع، اقض هذا الرجل بكرة، فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح، حدثني سعيد بن هانئ قال: سمعت العرباض بن سارية يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي: اقضني بكري. فأعطاه بعيرا مسنا، فقال الأعرابي: يا رسول الله، هذا أسن من بعيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس خيرهم قضاء. حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك، كنت لا تداريني ولا تماريني. حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة، حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما نصيب، فلم أجيء أنا ولا عمار بشيء، وجاء سعد برجلين. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا بشر بن ثابت البزار، حدثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحمن عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة،
وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا يوسف بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك. حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قالا حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي اجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأبو عمر الضرير قالوا حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة، وقال أبي في حديثه إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها. قالوا يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك من أفضل أموالنا. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان وحدثنا عمرو بن رافع حدثنا جرير عن مسلم الملائي سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال كان مولاي يعطيني الشيء فأطعم منه فمنعني أو قال فضربني، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله فقلت لا أنتهي أو لا أدعه، فقال الأجر بينكما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي إياس قال سمعت عباد بن شرحبيل رجلا من بني غبر قال أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابن أبي الحكم الغفاري قال حدثتني جدتي عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفاري قال كنت وأنا غلام أرمي نخلنا
أو قال نخل الأنصار، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام، وقال ابن كاسب فقال يا بني لم ترمي النخل؟ قال قلت آكل. قال فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسافلها. قال ثم مسح رأسي وقال اللهم أشبع بطنه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرار، فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد. وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد. حدثنا هدية بن عبد الوهاب وأيوب بن حسان الواسطي وعلي بن سلمة قالوا حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة. حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فقال لا يحتلبن أحدكم ماشية رجل بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه. حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور حدثنا عمر بن علي عن حجاج عن صليط بن عبد الله الطهوي عن ذهيل بن عوف بن شماخ الطهوي حدثنا أبو هريرة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مسرورة بعظاه الشجر فثبنا إليها، فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد الله، أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به، أترون ذلك عدلا؟ قالوا لا. قال فإن هذا كذلك. قلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتخذي غنما فإن فيها بركة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عامر عن عروة البارقي يرفعه قال الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. حدثنا عصمة بن الفضل النيسابوري ومحمد بن فراس أبو هريرة الصيرفي قالا حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا زربي إمام مسجد هشام بن حسان حدثنا محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة من دواب الجنة. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عثمان بن عبد الرحمن حدثنا علي بن عروة عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج، وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى.